سبحان الله بخور قديم. شنو قديم؟ هذا البخور. ها بيت الأسرة. لا بس نوعه قديم. لا هاي الشركة قديمة. صار له من أي سنة هذا؟ منو؟ السبعين. الشركة. الشركة. إيه. قديم أول ما طلع البخور. الله. سبحان الله. الحين في بيت البخور الحرمين. الله بس ريحته خنينة. إن شاء الله يا رب يستمر. نبي هالأشياء الحلوة. ريحته خنينه هالبخور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال الوالد يقول كل ما سيد يوسف الرفاعي يقول كل ما تحطون بخور قولوا لا اله الا الله واذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد وعلى صحبه وذاته وصفاته وجميع الانبياء كما صلت عليه الملائكه. يقول الوالد كان يحب البخور كان يجيب لحج ادم الدسوقي ومن ناس وشيوخ يقول عم يعقوب اختبره لنا كان سبحان الله عنده خشم محمد. يقول الوالد تحضر الملائكه بذكر الله والعطور والبخور. ابو مهدي عطل اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاه وتسبيح.